على شو بده يحرص مولود القوس بالأسبوع الأول من شهر آب أغسطس 2022. عزيزي مولود هذا البرج الحالم والمغامر، بدي أقول لك لازم تحرص على الوضوح ببداية الشهر، وتنتبه من التباس أو سوء تفاهم بين التنين واحد والتلاتة اتنين، لأن المناخ المهني بولد الإرباك والتناقضات. انتبه من السهو والغلط ومن نسيان أمور أساسية. يمكن تحاول شرح بعض النقاط لناس بتتحدث معهم بين الأربعة ثلاثة والخميس أربعة. بهاليومين بدك تحاول تزيل سوء تفاهم محتمل، أو بيجي حدا حتى يحاسبك أو يسألك أو يوضح بعض الأمور أو يستوضح منك أنت الحقيقة. بدي اقول لك انه بتحاول شرح النقاط بهالوقت. كوكب المهني ميركور ابتداء من الجمعه 5 بيكون ببرج العذراء، هو كوكب كمان الحب بالنسبه لإلك، بيدخل الى برج العذراء فبتباشر بقصه استثنائيه يمكن تطبع مستقبلك. الفتره مش عيني. القمر بين الجمعه والسبت بيجعلك تبحث عن شؤون سريه أو تسمع بوح مربك. ما تستهتر بقدرة القمر، خاصة لما يكون في معاكسة مع ميركور. هالأوضاع المالية والأوضاع الشخصية بتكون موفقة رغم هالشي. آخر هالأسبوع تجني الأرباح، تتقدم باقتراحات مجدية جدا وأفكار لافتة. أمتين بين الأحد 7 والتنين 8 ترتفع المعنويات، بس أول الشهر أول الأسبوع بيكون مربك شوي أو في تناقضات.